بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالسيد وزير الفلاحة وكاتب الدولة والوفد المرافق. سيد الوزير، أنا مانيش نحكي معك في أمور تقنية. لا يكلف الله وسعا نفسا إلا وسعها، فاقد الشيء اللي يعطيه. أنا مانيش في نجبر بالزيت ترجع للستاف نتاعك اللي أنا كيف تخزر الستاف نتاع وزارة الفلاحة، تبارك الله معدي كل شيء باحترامي للشرفاء، القلة الكثرة وقلة البركة ما رينا شيء كفلاح. سيد الوزير، أنا باش نحكي معاك في أمور إنسانية رجولية. رجولية، فلاح ملوحين عنده بعشرين يوم وزير الفلاحة ما يطلش عليها. هذا ما هوش اعتصام تاع الرز بالفاكهة، هذا اعتصام كسكس بالمثلية، هذا ما هوش تطيير حكومة، هذا قلبان نظام يعمل لك. بلاد اللي فلاح يخلي فلاحته في وقت البذر وعامل اعتصام وزير فلاحة راقد وما يطلش عليهم ويعيط لهم عنده غديك، هذا دليل وانك ما تفهمش في الفلاح. الفلاح ما ينقلوهوش من فيرمته، الفلاح ما عادش يمشي للميته وما عادش يمشي للفروحات وما عادش يضيف على خاطر ما يخليش فلاحته. جبت فلاحة جندوبة وجايبينها من تاع البي تي اس، يجي نعمل لكم مقروضات ما همش مستعطوا فيكم. جايب الفلاح بتاع سليانة ما عملتوا لهم حد شيء. احترموا الفلاح، هو اللي رجعك انت وزير. العيب مش فيك انت في رئيس الحكومة اللي هو مختص في الفلاحة وحتى انسان ما يفهمش في الفلاحة. العيب في الزوز الشيوخ اللي يقودوا في بلاد واللي اتضحوا انهم هم اللي عايزوا في وزراء المهم يعملوا المسرحية نتاعهم نتاع الوحدة الوطنية على حساب قطاعات وجهات. نعرف علاش المنظومة الفلاحية ما هيش تتعدل وعلاش ما هيش تصلح، على خاطر باش تخلق التوازن الجهوي في تونس. هذا المطلوب. سيد الوزير، انت حكيت على انجازاتك في المدة اللي عديتها. شنو اللي قدمت انت والستاف نتاعك الفلاحة باش تحكي انت على الزيتون؟ انت ما تحسب بقرة كان بعد التبيب، تعدل المهم الزيتونات صح. حكيت على الدقلة اللي مشيتوا لها، ما حكيتش على 40% اللي ضاعت على جيزو السوردي تاع ناموسي ونتاع باش. شبيك ما حكيتش على انجازك الاخر اللي اول مرة في تاريخ تونس يتقص الماء على الفلاح. لأول مرة في تاريخ تونس اليوم 4 ديسمبر ما ثماش بذور، بذور مسوسة. شبيك ما حكيتش على انجازك في الأراضي الدولية الفلاحية اللي الأول اللي عاطينه في القائمة 35 في باسبور تاع واحد أجنبي. شبيك ما حكيتش على انجازك اليوم البذور تاع البطاطا 2400 زوز ملايين و400. فلاح يسلموا عليك وقال لك سيد الوزير أنت تلعب في طرح سياسة وإحنا معايشين أولادنا. تعمل مزية قالوا لك تستقيل وتخلينا نخدموا على رواحنا وخلي يجيبونا وزير يفهمنا ويحترمنا ويقدرنا. عدم احترام الفلاحين هو عدم احترام للشعب التونسي.